ملف الإعمار في المدن المحررة نناقشه مع القيادي في تحالف عزم محمد نوري عبد ربه والذي ينضم إلينا من الموصل. أهلا بك سيد محمد. يعني يبدو أن حركة الإعمار في المدن المحررة تتسارع وتتسع، كسياسيين من هذه المدن هل تناسب الحركة حجم الطموح؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام. لا ننسى أنه الآن نتحدث عن عمر ما يقارب 5 سنوات منذ تحرير هذه المحافظات المدمرة، يعني 5 سنوات فيها تنتقل دول من مرحلة متدنية إلى مرحلة متقدمة. 5 سنوات خطة 50 توضع من قبل بعض الحكومات لغرض أن تزدهر، وحصلت في كثير من الدول عندما وضعت خطط لمدة 5 سنوات وانتقلت من ما يسمى بمصاف الدول المتأخرة أو المتوسطة إلى الدول المتقدمة، ومنها إندونيسيا مثلا عندما بنت ناطحات السحاب أو ماليزيا إذا صح التعبير. لذلك اليوم عندما نتحدث عن إنجاز جسر أو إنجاز مستشفى أو كذا، وكأنما نحن نتحدث عن شيء مستحيل. فعلا في العراق هذا شيء مستحيل، لكن عندما نقارن في الدول الأخرى نجد أن هذه الدول مثل الصين، مثلا ألمانيا، فرنسا، أو الدول المتقدمة بشكل عام وحتى قسم من الدول العربية تنجز بناء الجسور وتنجز المستشفيات خلال فترة قد لا تتجاوز 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر. نحن الآن نتحدث عن إعادة ترميم، لا نتحدث عن بناء. تقريركم تحدث عن إعادة ترميم الجسر الرابع والجسر الخامس، لا نتحدث عن إنشاء جسر جديد. إذا ما تحدثنا عن إنشاء جسر جديد يعني سنحتاج إلى مدة 15 أو 20 سنة حتى ينجز. بالنسبة إذا ما قارنت وقت الإعمار بوقت بناء الجسر بشكل كامل أو بوقت الترميم. ولذلك للأسف الشديد أكثر من 30 أو 33 سنة أو 34 سنة لم يبنى جسر في محافظة نينوى لحد الآن. يعني لدينا قصر في النظرة المستقبلية، لدينا قصر في التخطيط، لدينا قصر في عملية إعادة الإعمار حسب الأولويات. حجم الدمار اللي حصل في محافظة نينوى حقيقة لا يتناسب مع حجم الإعمار في الوقت الحاضر. الآن نريد أن نعود إلى نعود إلى عام 2014 ونحن غير قادرين لحد هذه اللحظة. عام 2014 كانت الجسور كلها بشكل كامل موجودة، كانت المستشفيات، المدارس، الجامعات، الكهرباء وما إلى ذلك. الآن لحد الآن إحنا ما عدنا إلى عام 2014 حتى نتحدث عن طفرة. طيب سيد محمد، من جانب التقييم تعادل 7 سنوات. من جانب التقييم يعني الأنبار والموصل مدينتان استراتيجيتان في خطوط التجارة مع دول الجوار، والخبراء يقولون إن حركة الإعمار فيها رفعت النشاط التجاري إلى أعلى سقف منذ معارك التحرير. يعني من جانب التقييم كيف تقيمون ذلك؟ لا زلنا نحتاج يعني إلى هذا الإعمار. ومحافظة نينوى ومركزها الموصل. لماذا سميت الموصل؟ لأنها كانت تربط التجارة بين الشرق والغرب وسميت بهذه التسمية. ولذلك نحتاج أن تعود الموصل إلى سابق عهدها في الثمانينات، في الستينيات، في الخمسينيات. أيضا كانت هي مدينة مترفة وكان أهلها مترفين وكانت هناك حركة اقتصادية كبيرة. نعم من الموصل تمر البضائع السورية ومن الموصل تمر البضائع التركية، لكن لحد الآن وتحديدا نتحدث عن الجانب الأيمن لا زال هناك تقصير، لا زال هناك عدم انتباه للجانب الأيمن. أغلب ما تم إعماره في الجانب الأيسر أو الأيمن هو كان للمنظمات الدولية، كان للحكومة المحلية دور لكن على قدر ما المبالغ التي تأتي إلى الحكومة المحلية. أيضا شاركوا الأهالي في عملية إعادة الإعمار سواء فيما يخص الدور أو المحال التجارية أو المولات أو ما إلى ذلك من أموال تابعة لهم. لكن الآن أنا أتحدث عن مشاريع استراتيجية في محافظة نينوى، أتحدث عن مطار، هناك مطار داخل الموصل وهناك المطار الاستراتيجي الآخر الذي يقع في منطقة السحاج اللي هي ما يقال يعني غرب جنوب الموصل، هذا أيضا مطار استراتيجي. أنا أتحدث عن جسر آخر من الممكن أن يكون دائري
في محافظة نينوى والموصل تحديدا لفك الاختناقات اللي موجودة. أتحدث عن مستشفيات كبيرة مثلا، لازلنا حقيقة لازلنا نعاني من التخطيط بصراحة، لازلنا نعاني عن من ما هي الأولويات التي يجب أن نتبعها. هل المستشفيات لدينا أولوية، أم تبليط الطرق لدينا أولوية، أم زراعة الأشجار لدينا أولوية؟ يجب أن يكون لدينا رؤية مستقبلية لما هو يخدم محافظة نينوى وكما أسلفت تحديدا الجانب الأيمن. نوعا ما بدأت الحركة تعود للجانب الأيمن أفضل من السابق، لكن نحتاج إلى دعم من الحكومة المركزية، نحتاج إلى أموال، نحتاج إلى أن تكون لدينا مشاريع استراتيجية. طيب، نستطيع أن نقول عادة الموصل إلى ما كانت عليه في السابق. نعم نعم، أتيت على ذكر المستشفيات، يعني مستشفيات الأنبار الأهلية تتنافس لإرضاء مراجعيها بأفضل الخدمات والتقنيات، لم يعد الكثير منهم يسافر إلى الخارج. هل نستطيع القول أن العراقيون أصبحوا خبراء ربما في استثمار أموالهم داخل البلاد؟ إن كنت تسمعني سيد محمد. أنا ما أسمع، إذا تسمعون أنا ما أسمع شيء. إذن جزيل الشكر، ربما هناك خلل فني. جزيل الشكر للقيادي في تحالف عزم محمد نوري عبد ربه، شكرا جزيلا لك.